السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في قناه مطبخ شامله دراما مع فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده. قبل ما ندوزوا للوصفه، غادي نشكركم على الدعم ديالكم، على الاشتراكات ديالكم، والبنات اللي اول مره كيدخلوا عندي القناه ما تنساوش ليا اللايك واشتراك باش تبقى توصلكم اي حاجه جديده نعملها. بالنسبه للوصفه ديال اليوم، هي عباره عن الخميره البلديه اللي غادي نعملها بجوج طرق. اي حاجه عندك من هاد جوج طرق غادي تقدري تعمل بها هاد الخميره البلديه. بالنسبه لهاد القريعات اللي ديالو، انا فرقت بيناتهم باش تبقى عاقله عليهم. بالنسبه للوصفه الاولى، غادي نحتاجوا لها كاس ديال القمح بنخالته وكاس ديال الماء ديال اللبن. دابا اللبن ملي كتحطيه كتخليه ما كتمسيه ما والو، كيعود هذاك الماء ديالو الفوقاني هو اللي غادي نعملوا به هاد الخميره هادي. بالنسبه للوصفه الثانيه، كنحتاجوا لها هي كاس ديال القمح بالنخاله ديالته وثلاثه العظيمات ديال التمر والماء اللي غادي نحركوا به هاد الخميره هادي. غادي ندوزوا الاول حاجه، غادي ندوزوا للطريقه الاولى. ثقوا بيا، هاد الخميره هادي غادي تعجبكم وغادي تعود معتمده عندكم. غير ديروها، غادي ناخذ القرعه الاولى لان كاتبه عليها باللبن باش نبقى عاقله عليها. كنعمل هاد الكاس ديال القمح بنخالته، كاس ديال القمح دقيق ديال القمح بالنخاله ديالته، غادي نضيف عليه كاس ديال الماء ديال اللبن هو اللي غادي نضيف عليه. اللبن مني كتاخديه كتخليه ما كتمسيش واحد المده، تقريبا واحد 3 ايام ولا 4 ايام، كيبقى هذاك اللبن لتحت وفي الفوق ديال القرعه ولا ديال اللي عامله فيها اي حاجه عملتي فيها اللبن، الفوق كيبقى داك الماء. انا غناخد غير ديك المويه هي اللي غادي نعمل بها هاد الخميره هادي. صافي، غادي نحرك الخميره ديالتي مزيان كما كتلاحظوا معايا. ضروري بانك تحركيها بالمغيرف ديال العود، ما تحركيهاش باليد ديالك ولا بالمغيرف ديال الحديد، غادي تحركيها بالمغيرف ديال العود. غادي نكمل تحرك ديال هاد الخميره هادي وعاد غادي نرجع معكم باش نشوفوا الوصفه الثانيه. بعد ما حركناها مزيان، غادي نغلق القرعه ديالتي بحال هكا وغادي نتركوها جانبا. كنخليوها فواحد البلاصه، غادي نخليها غير فواحد البلاصه. غادي تشوفوا معايا النتيجه كي غادي تعود. بالنسبه للطريقه الثانيه، غادي ناخذوا تاني قريعه ديال الزاج وغادي نعمل فيها كاس ديال القمح دقيق ديال القمح بالنخاله ديالته. غادي نضيف عليها ثلاثه العظيمات ديال التمر وغادي ناخذ كاس ديال الماء هو اللي غادي نحرك به هذا الخليط هذا. غادي ناخذ نفس الطريقه كمغيرف ديال العود هي اللي باش نحرك، وياك وتعملي اليد ديالك ولا تعملي مغيرف ديال الحديد، ولا بد كتعملي بهذا المغيرف هذه باش تعطيك واحد النتيجه اللي غادي ترضيك ان شاء الله. هذه الخميره هذه كتكون زوينه وكتعطي لواحد واحد الذوق بالنسبه للخبز، وكتعطي واحد الشكل زوين كتعملي في جميع الانواع ديال الخبز، الخبز ديال الذره، الخبز ديال الشعير، الخبز ديال الدقيق القمح الكامل.
كتعملي فيه هاد الخميره هادي وكتعطيك واحد الشكل زوين، وحتى المذاق ديالها تبارك الله كيجي زوينه في في الخبيزات ديالنا. صافي غادي نحرك هاد الخليط هذا الثاني وعاد غادي نكمل معكم الفيديو. حتى هي غادي نسدوها بحال هكا، غادي نديروا لها الغطاء ديالتها وغادي نتركوهم. انا تركتهم ليله كامله حتى الغد في العشيه. هانتوما شوفوا الشكل ديالهم بعد ما شفتهم بانهم ما طلعوش بزاف. هانتوما شوفوا الشكل ديالهم ما طلعوش بزاف. اش درت؟ خديت هاد القرعه هادي اللي محركها باللبن، عملتها في البواطه ديال البلاستيكه وخليت هادي في هاد القرعه ديال الزاج، وضفت عليهم تاني واحد شويه ديال القمح وحركتهم مزيان ودرتهم تاني في البلاصه اللي انا عملتها فيهم. غادي نوريكم النتيجه اللي انا حصلت عليها. مني دازت ليله كامله والغد في العشيه بان لي بان الخميره ما خمرتش ليا بزاف، باقا ناقصه. هانتوما بانها باقا ناقصه، وراني علمت بالستيلو الاسود بانها طلع ليا ولكن ما طلعتش بزاف. خديت هذه اللي في هاد القرعه هذه اللي كاتب عليها انا باللبن، عملتها في البواطه ديال بلاستيكه وزدت عليها القمح وحركتها بالمغيرف ديال العود، وزدت عليها واحد شويه الماء وحركتها بالمغيرف ديال الماء. ما تقويش بزاف، ولا بد بان الخميره ديالتك كتكون عاقده باش كتعطيك واحد النتيجه زوينه. الا جريتيها ما كطلعش لك بزاف. هانتوما الشكل ديالها بعد ما زدت عليها القمح وحركتها مزيان وخليتها برا، يعني ما ديريهاش في الثلاجه. هانتوما شوفوا الشكل ديالها كي ولا، يعني عطاتني نتيجه زوينه. هانتوما انا درت لكم كاع الاسرار وكاع النتائج اللي انا حصلت عليها، ما خزنت عليكم حتى حاجه. هانتوما شوفوا الشكل ديالها. دابا غادي نخشيها في الثلاجه، غادي نعملها في الثلاجه. بالنسبه لهذه اللي كتشوفوا معايا هي ديال اللبن اللي حركت بالماء ديال اللبن. هانتوما شوفوا النتيجه رائعه رائعه وزوينه، وريحتها كتعطيك واحد الريحه زوينه، واكثر هي اللي عملتيها في الخبز كتعجبك بزاف. غادي كل ما كتاخدي منها واحد شويه كتضيفي عليها القمح وكتحركي بالمغيرف. شتيها شويه عاقده بزاف كتضيفيها غير واحد القطرات ديال الماء، شتيها صافي مزيانه كتحركي بالمغيرف ديالك مزيان وكتخليها برا على الثلاجه حتى تشوفيها خمرت مزيان، وعاد كتعمليها في الثلاجه. بالنسبه لهاد القرعه هذه هي ديال التمر، بعد ما شفتوها معايا قبل بانها ما طلعتش بزاف، ولكن بعد ما ضفت شويه القمح وكاس ثاني ديال القمح وحركتها بالمغيرف مزيان، وهانتوما شوفوا النتيجه وخليتها ليله كامله. هانتوما شوفوا النتيجه ديالتها كي ولات، عطاتني نتيجه رائعه مباشره. عملتها في الثلاجه، بعد ما كتاخدي منها كتعملي لها حتى هي شويه القمح وكتحركيها بالمغيرف وكتعمليها برا على الثلاجه حتى كتشوفيها بحال هكا طالعه، عاد كتخشيها في الثلاجه باش كتبقى نتيجه زوينه وما كتخسر لك ما والو. كنتمنى تعجبكم هالطريقه هذه ديال الخميره البلديه، وراني شاركت معكم جميع الاسرار ديالها وكاع النتيجه اللي انا حصلت عليها راني وريتها لكم. كنتمنى تعجبكم هالطريقه هذه ديال الخميره البلديه وجربوها وثقوا بيا راه غادي تنفعكم ان شاء الله. وكنقول لكم شكرا بزاف وبسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.